طبعا من اجل كسر رتابه الحجر الصحي على اثر تفشي جائحه كورونا، قامت المديريه الاقليميه للثقافه بوضع برنامج ثقافي عن بعد، طبعا تبعا لتعليمات السيد وزير الثقافه والشباب والرياضه في هذا الشان. وقد سطرت المديريه الاقليميه للثقافه برنامجا متكاملا، وايضا كل المراكز الثقافيه والمؤسسات الفنيه التابعه للمديريه سطرت برامج ثقافيه من اجل تنزيلها عبر المنصه الرقميه للمديريه الاقليميه للثقافه. وللاشاره فان المديريه الاقليميه للثقافه بمدينه مكناس كانت سبق الى خلق منصه رقميه قبل تفشي جائحة كورونا، وكنا ننشر فيها مجموعة من البرامج ومجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية التي تقوم بها المديرية. وعلى إثر كما سبق الذكر هذه تفشي هذه الجائحة، قمنا بتسطير برنامج ثقافي وفني افتراضي عن بعد، حاولنا فيه قدر الإمكان أن نلامس جميع الجوانب وكل الروافد الثقافة والفن، خصوصا المرتبط بالجانب الجهوي وبالجانب المرتبط بمدينة مكناس والمناطق التابعة لها احتراما للجهوية الثقافية. إذا تم تطوير برنامج، حاولنا قدر الإمكان أن نحتفظ ببعض عناصر البرنامج الذي تم تطويره خلال شهر فبراير. كما تعلمون فإن المديرية الإقليمية تضع برنامجا لثلاث أو أربعة أشهر حتى يتم الاشتغال عليه والاستعداد له على وجه كامل. إذا كانت لدينا مجموعة من البرامج اللي كنا نأمل أن يكون تنزيلها على أرض الواقع ويكون تنزيلها بطريقة مباشرة وسليمة، ولكن شاءت الأقدار أن يكون شيء آخر. إذا حاولنا أن ننزل بعضها وأن نطعمها بما يمكن أن يساهم في رفع كما سبق أن قلت رتابة الحجر الصحي، وأن نساهم في خلق نوع من جو ثقافي وفني للأسر المغربية داخل بيوتهم. في المجال الأدبي طبعا كانت هناك مجموعة من اللقاءات الفنية والثقافية، مجموعة من الفنانين، مجموعة من الأدباء، مجموعة من الشعراء، مجموعة من النقاد عبر هذه المنصة الرقمية، وذلك بخلق برنامج بالشراكة مع أصدقاء مكتبات الوسائطية محمد المنوني. وحاولنا واستطعنا أن نخلق مجموعة من النوافذ الأدبية والفنية، وأعتقد أنه يوم غد الجمعة 5 يونيو ستكون النافذة 8 والتي ستستضيف الأديبة والفنانة والتشكيلية شمع عمي. كانت هناك في الجانب الفني كانت مجموعة من الفقرات الموسيقية، مجموعة من الفقرات الفنية التي تم إنجازها بمساهمة فنانين وجمعية ثقافية وفنية التي انخرطت بكل إيجابية وبكل عفوية في هذه الأنشطة، ونشكر وهي مناسبة نقدم لها جزيل الشكر. على مستوى التراث كذلك، بما أن كما تعلمون مدينة مكناس هي مدينة أثرية، هي مدينة معروفة بالمآثر والمعالم التاريخية التي تميزها عن باقي المدن المغربية، الشيء الذي جعلها تصنف ضمن كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو. وفي هذا الجانب قامت المديرية بإنجاز شريطين وثائقيين هامين وجميلين جدا، الأول بخصوص قصر المنصور والثاني بخصوص قصر هاري السواني، وسيتم عرضهما عبر المنصة الرقمية المديرية غدا إن شاء الله وما في طور التوضيب. الجانب الطفي كذلك، بالنسبة للطفي كان له حضور وكان له برنامج خاص من خلال مجموعة من البرامج في الحكي في القصة في الأمثال الشعبية، وبرنامج خاص بالحكايات الذي تم تنشيطه من طرف أحد الفنانين المعروفين في بخصوص أنشطة الطفل، والذي يقدم له مجموعة من الحكايات والقصص المرتبطة بالتراث المغربي والهوية المغربية حتى يبقوا على بينة وعلى تواصل مستمر بالهوية المغربية وبتراثهم المغربي. عبر كذلك في الجانب المرتبط بالفن والكتاب، تم خلق مجموعة من المعارض الافتراضية بالنسبة للكتاب وبالنسبة
للفنون التشكيلية. وللإضافة فقط، فجميع المراكز الثقافية التابعة للمديرية الإقليمية وضعت برنامجا ثقافيا فنيا موازيا للبرنامج الذي وضعته المديرية الإقليمية. مثلا في المركز الثقافي مولاي إدريس زهون الذي قدم برنامجا ثقافيا متميزا تحت شعار بقى في دارك وتثقف راسك. الحجب، مركز ثقافي الحجب ايضا الذي قدم برنامجا غنيا وحاول من خلاله استرجاع مجموعه من البرامج الثقافيه ومجموعه من المهرجانات التي تم تنظيمها بهذه المدينه، وقدم برنامجا كما قلت منسجما ومتكاملا تحت شعار الثقافه والفن جمعه البارك. كذلك نفس الشيء بالنسبه للمركز الثقافي اناسي، كذلك بالنسبه نفس الشيء المركز الثقافي أزرق الذي قدم مسابقة أو مسابقتين مهمتين وجميلتين للجي بخصوص الزي التقليدي لسكان الزي التقليدي الأمازيغي بالنسبة للقبائل الأطلسي المتوسط، وكذلك بالنسبة للغناء الأمازيغي. بخصوص ما بعد فترة الحجر الصحي، طبعا سنحاول قدر الإمكان الالتزام بالبرنامج الذي تم تسطيره، والذي بعض الفقرات التي يستحيل تنزيل عبر المنصه الرقميه خصوصا الفقرات المرتبطه باللقاء المباشر بالجمعيات او بالجمهور او بالفنان، هذا سيتطلب اجراء اخر بعد انتهاء فتره الحجر الصحي. طبعا سنحاول قدر الامكان عقد اجتماعات وقعد لقاءات مع المهتمين والجمعيات الثقافيه والفنيه وكل المهتم بهذا المجال حتى نكون فكره حول العمل في هذه الفتره المقبله بتجميع هذه الاقتراحات والعمل والحرص على العمل بها طبعا. ولكن الشيء الاساسي الذي يمكن ان نستنتجه من خلال هذه المرحله هو ضروره التكوين لفائده الموظفين ولفائده الجمعيات العامله في المجال الثقافي وكافه المهتمين بهذا المجال حتى في المجال الرقمي وفي الجانب المعلوماتي الذي اصبح له دور مهم في هذا القطاع، وسنعمل كل ما في جهدنا تحت الاشراف نتاع المديريه الجهويه وفي تنفيذ دقيق وتقيد صارم بتعليمات وتوجيهات السيد وزير الثقافه والشباب والرياضه. مشكورا اللي كنشكروا بهذه المناسبه على الدعم ديالو وعلى التوجيهات ديالو في هذا المجال وعلى الحرص ديالو الدقيق طيله هذا الفتره الصحي على الالتزام بالبرامج وتطبيقها عن بعد حتى تظل الثقافه في محور اهتمام الشعب المغربي وحتى تكون الثقافه في كل بيت وحتى تساهم بشكل جدي في التنمية الاجتماعية والثقافية التي نتمناها ونرجوها للمغرب الحبيب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.